الحمد لله ذي العزة المجيد والبطش الشديد والفعال لما يريد والمنتقم ممن عصاه بنار بعد الإنذار بها والوعيد. فسبحانه وتعالى قسم عباده قسمين، فمنهم شقي ومنهم سعيد. وسبحانه وتعالى وهو القائل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إلهي أنت ذو عفو ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. ورجعت إلى باب الكريم الذي عطاياه من غير مني. كريم ربي شأنه ستر الخطايا، وشأني أنا أن يكون الذنب مني. يا مجيب السائلين حملت ذنبي، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك. أن تحفظنا وتحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم سيدنا رسول الله. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأقسم الله بالهادي فشرفه، أعظم به وتعالى منزل القسم. في خلقه بشر، في طهره ملك، في نوره قمر يمشي على قدمي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعبر هذا المكان بالقرآن الكريم. ليلة تكريم راحلنا الكريم حج عبد المنعم صالح حرحش. أسأل ربي أن يطيب سراه ويجعل القرآن هدية له في قبره، هو لي ذلك والقادر عليه. فهيا بنا نعطر هذا المكان بالقرآن. يحضر معنا في هذا المقام القرآني الكبير، قل باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية ونبت بيت القرآن، والمتخرج من بيت كله قرآن من والد وإخوة، والذي سنستمع إليه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بعد شهور قليلة، فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه إلى ربه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج
وجعل بينهما برزخا وكفى به بذنوب عباده خبيرا
الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا خاطبهم الجاهلون
وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهم الجاهلون
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت مستقرا ومقاما وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. أي عبدا كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير والذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا بارعا متقنا في كتاب الله والذي سنستمع إليه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بعد شهور قليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية بمحافظة القاهرة ليلة التكريم الوالد والمرب الفاضل حج عبد المنعم صالح حرحش. أسأل ربي أن يطيب سراه ويجعل ثواب ما نقراه هدية له في قبره هو لي ذلك والقادر عليه. تقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن جميع أسر وعائلة حرحش وعنهم أنجاله الكرام الأستاذ أحمد عبد المنعم حرحش أستاذ محمد عبد المنعم حرحش وإخوته الكرام الحج عبد القادر حرحش والحج عبد خالي حرحش حج حماد الغنام صاحب الخلق والأدب والواجب في كل مكان حج أحمد الغنام والمهندس يسري حرحش والمهندس هشام حرحش. قدمونا بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. شكرنا أيضا لصاحب الفراشة الحديثة العالمية إدارة الشرشابي. شكر أيضا صاحب الإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية
حضارة أولاد أبو المجد بقليوب البلد. أشكر أيضا صاحب الخدمة الفندقية العالمية المتميزة إدارة المتر أيمن العقدة بمئة غمر. أشكر أيضا مصورنا المهندس أحمد الجعبري. السادة الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.